المنتخب الأردني لكرة السلة يحدث المفاجأة ويتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم آسيا بعد تغلبه على الفلبين. حقق المنتخب الأردني مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة المقامة في ووهان الصينية بفوز على المنتخب الفلبيني ب 75 نقطة ل 61. البداية القوية لمنتخب الفلبين الذي أنهى الربع الأول ب 18 نقطة ل 12 لم تمنع المنتخب الأردني من استلام المباراة في الربع الثاني وإنهاء نصف المباراة الأول متأخرا بفارق نقطة واحدة قبل أن يعود في الربع الثالث ويفرض أفضليته وينهيه متقدما ب 49 نقطة ل 41 وتابع سيطرته في الربع الأخير ليوسع الفارق ويصل في النهاية إلى 14 نقطة.